ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بقى اللي انتوا كلكم بتحبوه بتقعدوا تستنوه، فيديو اسعار الخضار والفاكهة اليوم من السوق. النهاردة ايه في الايام؟ النهاردة التلات، تمام، 16/11، تمام، عشان تبقوا عارفين بس بالتاريخ. النهارده بقى هنعرف اسعار الخضار والفاكهه. الناس بس اللي بتسال الاول، يا جيجي هو انت بتجيبي الخضار بتاعك بالسعر ده منين وبتجيبيه ازاي؟ بجيبه من سوق السيده عيشه، وانا قلت لكم قبل كده، تمام، من سوق السيده عيشه ومصوره فيه كذا مره، وهنزل لكم فيديو السوق نفسه بقى عشان تشوفوا الاسعار كمان بنفسكم. النهارده انا جبت الفاصوليا، تمام، الفاصوليا الخضراء ب 6 جنيه ونص، جبت كيلو ونص ب 10 جنيه الفاصوليا خضرة، كيلو ونص ب10، تمام. جبت كمان خيار البلدي الجميل بتاعنا ده ب5 اهو، جبت 2 كيلو ب10 جنيه، تمام. جبت ايه كمان يا جيجي؟ جبت بسله، البسله اول مره اجيبها السنه دي، لسه جايه جديده اهي، كل اللي كنت مخزناها خلاص استعملتها كلها. البسله النهارده ب7.5، جبت 2 كيلو ب15 جنيه، 2 كيلو بسله ب15 جنيه. جبت كمان الفلفل الرومي الكيلو ب6، جبت نص كيلو فلفل رومي ب3 جنيه، تمام. هشيل دول واجيب الباقي. حطوا بقى لايك يلا. جبت الليمون التحفه ده، تمام، ليمون هايل هايل هايل، جايباه بقى ده للتفريزات هفرزه. جبت الكيلو ب8 جنيه، كان فيه ب6.5 اصغر شويه، بس ده بقى عشان نفرز منه. زي ما انتم عارفين في رمضان بيوصل ل 80 جنيه و100 جنيه واسعار كده غريبه، وبيبقوا الليمونه بجنيه، انتم عارفين الليمونه بتبقى بجنيه، وانتم عارفين الكلام ده كويس جدا. فان شاء الله كده هجيب شويه كده، وكذا طريقه هنعمل كذا طريقه لتفريز الليمون، تمام، وبكذا حاجه. استنوا فيديوهات حلوه قوي قوي لتفريزات رمضان، هتكسر الدنيا باذن الله، وهتكون حصري من مطبخ زيزي على قد ايدي. ده ب8، جبت كيلو وربع ب10 اهو، كبير. ولو عايزين كمان نجيب منه نعمل كمان مخلل معصفر هنجيب منه برده. جبت الجوافه الحلوه الجميله البيضة دي الكيلو ونص ب10 جنيه، جبت 3 كيلو ب20، بصي جميله وبيضة وتحفه، تمام، زي العسل وريحتها حلوه. انا بعرف ان الجوافه حلوه من ريحتها مش من طعمها، من الريحه بتاعتها. لو الريحه بتاعتها قويه كده وحلوه تبقى مسكره وجميله. دي كيلو ونص ب10، تمام. جبت كمان الرمان، الرمان برده كيلو ونص ب10 اهو، جبت برده 3 كيلو ب20، تمام. التشققات دي عاديه خالص ما فيهاش حاجه، يعني مش بايظه ولا حاجه. برضو هفرز برضو شوية كده، وهوريكم برضو فيديو تفريز الجوافة والرمان عشان رمضان ان شاء الله بإذن الله كل الحصري وكل الإبهار عندي زيجي وبس. عايز اقول لكم كمان ان انا هعمل لكم ان شاء الله بإذن الله، والفاصوليا رخيصة كده اهو، بصوا الفاصوليا كده رخيصة، انا جايباها كيلو ونص ب10، هعمل لكم مخلل الفاصوليا احلى من الخيار، تحفة تحفة تحفة، حاجة كده هايلة بألف هنا وشفا، هيعجبكم قوي 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 قوي. وهنعمل تفريز كمان الفاصوليا، هي ما تجلدش معاكي، ونحفظها بكذا طريقه برده لكذا حاجه، ونشيلها برده في الفريزر وتنفعنا، واهم حاجه ان هي ما تجلدش. كمان يا جيجي جبت جزر، تمام، الجزر ده جبته ب5، جبت كيلو جزر للبسله، تمام، كيلو جزر اهو ب5. جبت ايه كمان؟ جبت القلقاس، ولقيت القلقاس اللي انا بدور عليه ده بقى اللي نقدر نخزنه، نقدر نخزن من دلوقتي، اه نقدر نخزن القلقاس من دلوقتي. بصي يا ستي، مميزات بقى القلقاسه اللي ما تاخدش معاكي غلوه على النار. اول حاجه تبقى مدوره ما تبقاش طويله، تمام، تبقى اللون البينك زياده قوي فيها، تكون ليها حاجات كده طالعه، تمام كده اهو، الحاجات المدوره دي اللي طالعه كده اهو، تمام، بيبقى ليها رؤوس كده اهو بالشكل ده، وتبقى بامبه قوي بينك يعني قوي، وتبقى مدوره دي كده. القلقاس ده مش هياخد معايا غلوتين على النار، ما ياخدش 10 دقايق، ده بقى اللي يتخزن، هو ده بتاع الخزين، ماشي. وهوريكم فيديو تفريز القلقاس بطريقتي انا، تمام. اه صحيح، نسيت اقول لكم، الناس اللي بتسالني دايما بقالكم كده فتره عمالين تسالوني، هو انت عامله وشم يا جيجي؟ ده مش وشم، ماشي، عشان بس ما حدش يقول وشم ومش وشم، ده حبر، حاجه كده اسمها حبر، ده بيطلع بعد سنه سنه ونص، ده حبر زي اللي بيتعمل دلوقتي في الحواجب ده، تمام، اللي هو بيتعمل ميكرو مش عارفه ايه كده، بيعملوه على الايد، ده بيقعد سنه سنه ونص كده اهو، مش اللي هو اللي على طول وما بيطلعش. وده حرف الام، ماشي، عشان تبقوا عارفين يعني حرف الام. هتقولوا لي بقى حرف الام مش حرف الام؟ مروان ابني، جوزي، تمام، جوزي. هتقولوا لي اسمه شريف؟ لا، هو اسمه محمد الحقيقي، في البطاقه محمد،
هو بيحب اسم محمد يعني. وبعدين ابويا محمد واخويا محمد، وربنا يخلي محمد يا رب واسم محمد يعني. فدي بس كده بره اللايف بس، عشان كل شويه بتسالوني في الكومنتات، فحبيت ان انا اقول لكم برضو. كنت عاملاها بكام؟ عاملاها ب 100 جنيه، الحرف ب 100 جنيه كوافير. كده انا قلت لكم كل حاجه. بصي بقى يا ستي، البتنجان اليومين دول حلو قوي قوي قوي، عايزين برضو نستغل ان هو رخيص. جايباه بكام النهارده يا جيجي؟ جايباه ب 2 جنيه ونص، كله لحم وبيلمع وزي الفل كده اهو. ب 2 جنيه ونص. عايزين بقى نعمل منه كذا حاجه. اول حاجه ازاي ان احنا نعمل بتنجان مخلل يقعد عندنا سنه كامله، من تفريزات وتحضيرات مخللات، وتقعد سنه كامله ما يحصلوش اي حاجه. هنعمل فيديو حلو قوي بتاع المخلل، بتاع البتنجان المخلل. كمان ان احنا ممكن ان احنا نحفظه في الفريزر عندنا متقور، للناس اللي بتحب بتنجان اسود محشي. تمام، هقول لكم برده بطريقه حلوه قوي قوي من غير ولا اي حاجه، ولا ان انت تسلقي ولا تقلي ولا تعملي الكلام ده كله خالص خالص. برضو هعمل لكم كذا حلقه عن البتنجان وهو رخيص كده اهو، ونستغله في كذا حاجه. انا بقى بحب البتنجان المخلل المسلوق، ما بحبش المقلي. المقلي ده بيشرب زيت وبيتعبني، المسلوق بيبقى مغذي واحلى بكتير، وبقلل التوم وبزود الكمون وما بحطش شطه كتير يعني، بسيط قوي. طيب نخش بقى على الخضره وقسم الخضره. جبت حزمتين الملوخيه ب5 جنيه، الواحده ب2 جنيه ونص. خلاص بقى الملوخيه قربت تمشي. جبت طبعا السلق للقلقاس، تمام، وطريقه تفريز السلق برده هنعملها مع فيديو القلقاس. تمام، حزمه السلق ب1.5 جنيه، حزمه السلق ب1.5 جنيه بالخضره، يعني هي بجنيه ماشي، بجنيه، وحزمه الخضره بنص اهي. حزمه السلق بجنيه وحزمه الخضره بنص، تبقى كده ب1.5 جنيه. بقى انا بحط فيها شبت وكزبره اهي، شبت وكزبره. تمام، جبت 2 ب2 جنيه، ودول بجنيه، يبقى 3 جنيه خضره. تمام اهو، اللي هي بتاعت السلق. والملوخيه انا قلت لكم بكام؟ الملوخيه ب5، الواحده ب2.5، جبت 2 ب5. تعالوا بقى نشوف جبت ايه كمان يا جيجي. يا سلام، البطاطس ام تينا بقى رجت ونزلت اهي، تحفه. عايزه اقول لكم بحب طعمها جدا جدا جدا، بحس ان هي مرمله كده وجميله وليها طعم البطاطس. البطاطس الجديده نزلت اهي النهارده بكام؟ ب7.5. تمام، جبت دول 3 بكام؟ الثلاثه ب22.5. تمام، جبت 3 كيلو من البطاطس دي، لسه نازله، بيبقى طعمها بطاطس. احلى بقى حاجه في الموتينه دي لما بتعمليها صينيه بطاطس، بتبقى مرمله كده وتحفه، غير بتاعت التلاجات الجديده اللي لسه بطنها دي، ليها طعم تاني خالص، مختلفه بجد والله، تحفه. تمام، فاول ما بشوفها بجيبها. وفي السليق بقى ملهاش حل، الصغيره بتاعتها حاجه كده روعه، لما بتتعمل مع القرنبيط وتتسلق وتتدحرج كده في الزيت، واو، حاجه بقى كده بالف هنا. جبت ايه كمان؟ جبت البتنجان، شايفين بيلمع وجميل ازاي، كله غذا ازاي، شايفين؟ بتنجان ب4 جنيه، جبت كيلو ب4 جنيه، كيلو بتنجان ب4. تمام، جبت ايه كمان يا جيجي؟ جبت بصل، اكيد يعني لازم نجيب بصل. البصل ب4 جنيه اهو، جبت 2.5 كيلو ب10 اهو، ب4 جنيه، 2 كيلو ب10. جبت ايه كمان يا جيجي؟ جبت كوسه، جبت 0.5 كيلو كوسه، الكوسه ب6، جبت 0.5 كيلو كوسه ب3 جنيه. تمام، عشان عايزه اعمل شويه شوربه خضار. تمام، كده بقى فاضل ايه؟ فاضل المعلمه بقى، الطماطم. تعالوا بقى نشوف الطماطم بكام يا ستي. الطماطم النهارده في السوق حلوه قوي قوي قوي، ان شاء الله باذن الله على اخر الشهر كده ابتدي بقى ان انا افرش شويه طماطم، سعرها بقى حلو جدا. انا جايبه دي ب2.5 جنيه، بنقيها وجميله البلح الحلوه الصغيره دي، الكبيره ب3.10، بس انا ما حبيتش الكبيره، الصغيره بتبقى مسكره اكتر، فانا جايباها، بحب انا الصغيره. جبت 4 كيلو ب10 جنيه من الطماطم. تمام، فنبتدي بقى ان شاء الله هنفرز من الطماطم كتير جدا، لاني بتغلى. تمام، احنا عارفين ان هي بتغلى، بس هي الحمد لله يعني سعرها كده كويس، ربنا يسهل كده. هجيب لي قفص كده او قفصين، وابتدي بقى ان انا افرزهم، اعمل بقى كميه خلطه محشي واشيلها في الفريزر، تسهل عليا وقت ومجهود وفلوس. شويه اعملهم مثلا صلصه مكرونه تبقى جاهزه عندي، ونكتب على كل كيس بالاستيكر كده، وكل كيس يتعمل على قد المره اللي احنا هنعمل فيها. نعمل مثلا شويه كده اللي هو يتضربوا في الخلاط ويصلصلوا، اللي هو تبقى بتاعت
تسبيكه، بس ما بنقطعش فيها ولا بصل ولا ثوم ولا بنعملها اي حاجه، بنديها نص غلوه ونضربها في الخلاط ونصفيها، وبعد كده بنعملها اكياس وبنرميها في الفريزر بدل ما نشيلها بحالها وتاخد معايا حيز ومكان في الفريزر، فبنعملها اكياس كده على قد الطبخه. كمان ممكن ان احنا نعمل، لو بتحبي تعملي كشري تعملي صلصه كشري وتكتبي عليه صلصه كشري، تعملي صلصه فته تعمليها بالبصل بالثوم بتاعك، قصدي ما تحطيلهاش بصل، بالثوم وبالخل وكل حاجه، وتعمليها اكياس، وخمس دقائق بقى عندك احلى حاجه في الفريزر، موضبه في الفريزر بتاعك، في خضارك، في فاكهتك المجففه المفرزه، في الحاجه بتاعتك كلها. اهم حاجه بالطريقه الصحيحه حفظ الحاجه، ودي اهم حاجه، وانا دايما دايما بقول وبنصح بيها. بالنسبه للبطاطس، الناس اللي عايزه تفرز البطاطس مش دلوقتي خالص، اما البطاطس ترخص يا جماعه، وكمان تبتدي ان هي تحلو، تمام؟ لسه دي لسه اول بشاير ليها واول قطفه. فيا رب كده النهارده اكون فدتكم بالمعلومات بتاعتي، وربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ولا من كومنتاتكم الحلوه ولا من تعليقاتكم الجميله، وبحبكم جدا جدا جدا، وانتم فعلا حبايب قلبي جيجي. ويلا بقى اللي ما حطش لايك يحط لايك، واشوفكم بقى في فيديو جديد وابهار جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي، ولسه الابهار مستمر، وهبهركم يعني هبهركم حبايب قلبي جيجي. مع السلامه.